أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام على ساقي عطاشا كربلاء. السلام على الكافل على كافل الحوراء زينب أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام على الوفية، السلام على الكريمة، السلام على الأصيلة، السلام على أم البنين قاضية الحاجات ورحمة الله وبركاته. السلام على مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الثانية، وحياكم الله في برنامج سفرة أم البنين قاضية الحاجات. وهذه الليلة ومن كربلاء ومن بين الحرمين وليلة الجمعة، وعدنا حوائج وعدنا مرضى سألون الدعاء قبل لا ندخل إلى الاستديو. وهاي قدامنا سفرة مولاتي أم البنين. إن شاء الله في بداية المجلس نقدم حوائجنا لأم البنين، وإن شاء الله تجيك البشرة وتجيك إن شاء الله دفع البلاء والوباء عن شيعة أمير المؤمنين. يلا نتوجه لأم البنين بنية صافية بقلب سليم لهذه الأمرأة الكريمة، ونقرأ المجلس ونطلب حوائجنا من أم البنين سلام الله عليها. أو شنو نقول وشنو قالت أم البنين، شنو سوت أم البنين، إش ضحت. ما نست لآخر عمرها أم البنين، وظلت تنادي حبيبي حبيبي يا حسين يا حسين. وانت بمكانك هم قول يا حسين. شقد تحب حسين، كانت يا بشار تحب أكثر من ولدها والقمر. خادمة خادمة كانت لبن سيد البشار، وفت وما قصرت كل السنين، وفت ام عباس لا ما قصرت، كل عمرها للصبط هي انذرت، عاهدت الله بخدمته واشكرت، الله خلاها بخدمته تستعين. سجل التاريخ خصها بمنزله، أول الخدام كانت هي له، والنعم بالخدامة تصدرت كل الملايا. ربنا علاها وحق طه الأمين. من ولدها أربعة بيوم الطفوف، قدمتهم للصبط والكل يشوف، والقمار قطعوا إلى اثنين تشوفوف تشوفوف. فدوى قالت للزكية هالهدية. الله الله، هذا الوفاء هذا الإخلاص. يا فدوى قالت للزكية يا هالدين. وبعد شنو سوت؟ بكل وقت تدعي لعد رب السماء، ما اريدا كل جزية وغانمة، والمهم ترضى علي يا فاطمة. الله يا أم البنين، ترى ماكو هيك شريكة تسوي الشريكة. هنا نقول ها، ماكو هيك وفاء، ماكو هيك إخلاص. ما أريدن
كل جزيه وغانمه، والمهم ترضى علي فاطمه وبعد ويرضى وياها امير المؤمنين. هاي ام الاربع حاير شقول، شو تقول على ام البنين؟ هاي ام الاربع حاير شقول، ما توصفها القصيدة والرسول، حتى أصحاب العلم وأهل العقول عجزة توصفها حتى أهل اليقين. إي والله شن سولف قليل بحق أم البنين. هذه القصيدة كلمات الشاعر يوسف هاني الأسدي. بعد شنو قال خادم الحسين على بدر عوانات الكربلائي؟ شنو قال؟ يا إلهي بجاه حزن أم البنين، وبدمع حطاح بوداع الحسين. الحسين ما يضل إن شاء الله، ما يظل هذا الوباء وينجلي وتشفي كل مصيوب من شيعة علي إن شاء الله. كلها تشافى ببركة أم البنين. إي والله ما يظل هذا الوباء وينجلي أو تشفك المصيوب من شيعة علي. قرب شهر حسين يا رب العلي، والشهر عاشور كاتن الحنين. الحنين احنا ندعو أهل البيت وندعو الحسين انه يرفع هذا الوباء حتى ترجع مجالس الحسين ويرجع ذكر الحسين ولمة أحباب الحسين. يا إلهي يا إلهي بجاه أم الأربعة كل من على حسين سايل مدمع ما يصيب. إي والله اسمع، ما يصيب مرض كل واحد دعا باسم أم عباس مقطوع الدين. باسم أم عباس مقطوع الدين. بعد يا إلهي يا إلهي يا إله الكون منك أرتجي، وبالشعاير تدري ثابت منهجي. شهر عاشور شهر عاشور القرب لما يجي تجلي هالغمة يا رب العالمين. يا الله تجلي هاي الغمة يا ربي هاي العايا يا عالمين. جفوفنا رفع جفوفكم، جفوفنا مرفوع عليك وبكل دعاء بجاه أم عباس معقود الرجاء. عنا هنا يرفع هذا البلاء، وإحنا غيرك أبد ما إن معين. يا أبا عبد الله يا مولاي يا إلهي بجاه أصحابي العبه، وجاه أم عباس
ما يضل ليل وبه نار الخيام بقلبنا لاحبه وبد ما تطفيها دمعاتي الأنين. يلا استعدوا نستعد عاشور قرب موعده والموالي قلب لحظة ماحدة بهالشهار تهوى الحسين الأفئدة والموالي مو دمع يبكي العين يبكي العين. كل من يشاهدنا كل من عنده حاجة أنتم حقيقة اللي شاهد السفرة الآن لا تقول هاي بيها كيك وبيها موز وفواكه، لا هاي كبيرة عند مولاتي أم البنين. من تذكر أم البنين سلام الله عليها في مجلس في سفرة، الشخص اللي يدفع لأم البنين اللي يتبرع لأم البنين حتى لو شيء قليل لكن باسم أم البنين سلام الله عليه راح تدفع عنك أشياء كثيرة. إحنا هاي السفرة بركات الناس الطيبة، الناس اللي حسينيين نقول اللي حقيقة استمرت السفرة من مجلس واحد والآن ما شاء الله كل أسبوع إحنا عندنا سفرة بالعربي وسفرة بالتركي وفي الإيراني وخير وبركة بركة الناس الطيبين. وهاي السفرة حقيقة بها معجزات وشافت ناس وعدنا العلوية أم إيمان يعطيها صحة وعافية يا ربي، يعني كانت مريضة ووصلت الموت سلام الله عليك يا أم البنين وطلبت حاجة من أم البنين ونذرت لأم البنين سلام الله عليها وببركة أم البنين اتشافت العلوية أو شافت ناس هواي. وإن شاء الله هذه السفرة وبركات هذه السفرة إن شاء الله بعد هذه السفرة راح نتوجه إلى بين الحرمين، راح نقيم سفرة بين الحرمين وهاي البركة نوزعها هذه الليلة ليلة الجمعة بين الحرمين لزوار الحسين للمتعطشين لزيارة الحسين للناس اللي ما عندهم ذرية للناس اللي أنت حتى لو تأخذ شيء بسيط من هذه السفرة وتقول يا أم البنين أريد حاجتي ثق بحق هي أم البنين تقضي حاجتك لأن أم البنين أنطت كل شيء للحسين فالحسين يخجل يرجع أم البنين إذا قالت له سهل أمر هذا الشخص. وإن شاء الله اللي شاهدنا اللي سألني الدعاء اللي قال لي لا تنساني ما ناسيكم والأسماء كلها موجودة وإن شاء الله ما راح ننساكم. والإخوان اللي موجودين واللي حاضرين هنا هدفهم خدمة زوار الحسين وخدمة خدام الحسين. هاي نبذة مختصرة على أم البنين والمعجزات والبركات والخيرات كثيرة. هذا شيء صار بين خادم الحسين شخص يسكن في الجنوب وجاء إلى كربلاء يشتغل في كربلاء وابتعد عن أهله وأمه ما شايفها زمن طويل. صار اتصال بين الابن والأم ونسمع شنو صار أنا وأنت وش قد هذه الأم اشتاقة لزيارة الحسين والابن ما يقدر يترك عمله ويروح. أنا وأنت نسمع هاي القصة ونسمع هاي الأبيات اللي كتبهن خادم الحسين سعد الحجام إن شاء الله يوفقه ويعطي صحة وعافية. شنو قال؟ ألوها يما ردت أسأل عليك أسأل عليك شلونك انت بخير يا جنة عدن يا جنة عدن يما والله واي يما والله واي مشتاق انا جيك السوالف الليل اش كثر باسميك حجن يا يما يما صار اشهور ما بست يا يما ديك وحشة هاي الدنيا يا الحضنيك وطن حضنك وطن يما انا ما افكر بي كل تفكير بيك تحفظك الزهره الزكي يم الحسن
يما ما افكر بي كل تفكير بيج تحفظك الزحرة الزكية ام الحسن ام الحسن الوالدة شنو جاوبت الولد؟ قالت انا يا ابن بخير بس مشتاق ازور يما انا يا ابن بخير بس مشتاق ازور واللي يفارق كربلاء يعيش بتعب يا يما يا يما يما واللي يفارق كربلاء يعيش بتعب يما للعباس حن ذاك الغيور والغريح الضامي والثوب انسلب يا حسين يما للعباس يما للعباس حن ذاك الغيور والضريح الضامي والثوب انسلب يما راح اموت من البتش وقلبي يفور يا ابن حاج السيطرة انطيهم ذهب حتى لو قطعوا ايدي بكل سرور ابتسم والزهرة تحسبني بمهب يا ابني حاجي يا ابني حاجي السيطرة انطيهم ذهب حتى لو قطعوا ايدي بكي السرور ابتسم والزهرة تحسبن موهب موهب جواب الولد شنو قال الأمة يما صعبة جاية كلش لا تجين وبطريق حزين نصبة وسيطرة سيطرة أدري مشتاقة وطفح بيك الحنين لا مآتم لا مجالس تنقرة يما من فوق السطح زور الحسين يما من فوق السطح زور الحسين وسلم على العباس سبع القنطرة واسزينا بالدمع وام البنين سولف وياهن مرة وتشكي المرة يما مين يما مين فوق السطح زوري الحسين او سلمى على العباس سبع القنطرة واس زينب بالدمع وام البنين وسولف وياهن مرة وتشكي المرة الله يساعد قلبك شنو قالت لوليدها قالت يا ابني قبل سنين هم صاير بلا سولف وقالوا تأذت كربلة بس سمعنا الناس ضجت بالدعاء وما بقت أيام يا ابن المشكلة يا الله رفع يديكم بالدعاء سولف وقالوا تأذت كربلة
بس سمعنا الناس ضجيت بالدعاء وما بقت أيام يا بني المشكلة والوباء الرفع يا بني بأكمله وبضريح حسين أبو علي ليلة جمعة واللي شاهدنا واللي عنده حاجة أخسم عليك بول يدك لا تقصر عليه وبضريح حسين وتراب الشفاء اشبيها هاي الناس ما راحت له اشبيها هاي الناس ما راحت له هنيئا للوصل قبره وشافا يا وعلى الشباك حط خده وشافا وشافا حسين تشفع الفطرس وشافا دول كل العلل ابن الزكية يا دول كل العلل ابن الزكية ان شاء الله ام البنين تدفع عنكم الوباء والبلاء والشاف مرضاكم وما تحرم زائر من زيارة الحسين وهذا خادم الحسين ترى من كتب هذا الكلام عن حقيقة ها مو مخيلة شاعر وأنه يكتب صورة لا هذا صار اتصال وصار كلام وأم حنت للحسين وأم كانت مريضة ومحتاجة زيارة الحسين الله يوفقكم إن شاء الله وشافي كل مريض أبو علي هالليلة ليلة الجمعة وإحنا هالليلة محملين هواي أدعية محملين هواي أمانة وعندنا هواي أسماء يردون حوائج يردون الشفاء إن شاء الله وهاي صورة الإمام الحسين سلام الله عليه هاي مباشر الآن هذا الآن مباشر ضريح الإمام الحسين مباشر اللي مشتاق للحسين واللي يعني متلهف لزيارة الحسين من مكانه إن شاء الله يطلب حاجته من الحسين ويرفع عنكم الوباء والبلاء بعدنا متواصلين وياكم بالدمعة والبكاء على الحسين وعلى أم البنين سلام الله عليها شنو نقول وإحنا مقبلين على محرم محرم يبقى دائم محدي من عين وفاطم بالمجالس حاضرة وتنعى ها فاطمة ترى كل مجلس حاضرة مولاتي يكون بي حضور ما بي حضور شخص واحد بس الشيخ بس الملا يقرأ قاعدة فاطمة الزهراء وش تقول قبل هاي الأبيات شو تقول مولاتي فاطمة أنا أقول لك هالبيتين حتى أهيئك للدمعة قالت أدور بالمجالس مثل المضيعة أدور على اللي يبكي ويلطم وينعى الله عينها على اللي يبكي وعينها على اللي يلطم على أولادها تقول أدور بالمجالس مثل المضيعة أدور على اللي يبكي ويلطم وينعى على يمن يا فاطمة قالت على المنحور ابني المقطوع صبعة قالت أقعد بالمجالس يلا بويا أقعد بالمجالس دفتر بإيدي وسجل الناس كلها تبكي لوليدي هنيالك نزلت دمعتك على الحسين أقعد بالمجالس دفتر بإيدي وسجل الناس كلها تبكي لوليدي بعد قالت أنا أقعد بالمجالس والطم على الراس وحب اللي يصيح بصوت يا عباس ابو فاضل يا ابن حزام ظهرك بالخيول انداس وخيل داستك يا حسين داسن يعني فاطمة الان حاضرة وهذا مجلس وليدها وعدنا احنا حوائج وعدنا مرضى نرجع ونقول هذا الوباء اللي اجانا ان شاء الله يرفع بزيارة الحسين بالبكاء على الحسين بمجالس الحسين يلا محرم يبقى دائم
محدي منع وفاطم بالمجالس حاضرة وتنع المراض المراض ويا الوباء جفوفك الدفعة ودعينا بحضرتك أبو علي دعينا احنا بحضرتك ليلة الجمعة هاي ليلة الجمعة يا دعينا احنا بحضرتك ليلة يا الجمعة وبعد ندري اللي يدعي يمك سيد السمعة والله ندري اللي يدعي يمك سيد السمعة وبجفوف الكريمة تنشف الدمعة وبجفوف الكريمة تنشف الدمعة يا روضة جنة الباري وترعى وترعى المصايب بالقلب تنهش وترعى برقيا حلفك تبارك شنو برقيا حلفك تبارك وترعى المجالس والزيارة دوم هي يا المجالس والزيارة دوم دوم هي يا أبا عبد الله يا غريب كربلاء يا عطشان يا سليب يا مولاي هالليلة عدنا حوائج وإحنا ما عدنا غيركم وقلت هاني العزاء يرفع البلاء وهذا مجلس الحسين وهاي سفرة أم البنين إن شاء الله تدفع الوباء والبلاء إن شاء الله ببكائنا على الحسين إن شاء الله نأخذ حوائجنا محرم قرب وشي سكت عيوني بيا دار العزة هالليلة دلوني وين مجلس الحسين بيا دار العزة وبيا حسيني اشتاقت المحرم والبواكية اشتاقت المحرم والبواكية افتر بالمجالس بي ما بي وظل ابكي لحد ما تذبل جفوني هنيال اللي يبكي على الحسين وظل ابكي لحد ما تذبل جفوني حبيبي على التروب نايم اشوف شفاف اليابسة تطفى الطريب وان مو ثوبي مو ثوب علي صدري اشقن الما عدهم وفى حقهم يلوموني ميت بس تصد عين على عائلته ميت أبو علي بتصيد عين على عائلته الخيل طشرة وزينب تلم جثته الخيل الخيل الخيل
الخيل الخيل الطشرة وزينب تليم جثتي هدوم مشققة والعبرة خانكتي لو حتى برمول يا ناس غطوني يا عالم يا عالم يا عالم يا عالم عشم ريحة حرق خيمة وتخايل حرام تتراك ضيب هيمة بهيمة إذا شاهي الطفل أذكريتي ما أرماد خيام لليسألني علوني جان موكب يطوب من شارع القبلة جان موكب يطوب من شارع القبلة بحمزة وشعار العاشق يرتله يا عاشور شهرك ما شهر مثله يلا على الصدور بالله اطمعينوني من زغري وذوب من اسمع قراية ويرف قلب المحرم رفة الراية والله من زغري من زغري وذوب من اسمع قراية ويرف قلب المحرم رفة الراية أضم عيديت واخدم بيها مشاية أضوم عيديتي واخديم بها مشاية وملك أشعر إذا خادم يسموني وملك أشعر إذا خادم يسموني خادم الحسين أحمد هادي الشمري الله يحفظكم إن شاء الله متواصلين وياكم وسفرة باب الحوائج مولاتي أم البنين سلام الله عليها نأخذ فاصل قصير إن شاء الله ونرجع لكم ولا تروحون بعيد إن شاء الله وكل من يقدم حاجته ويكتب اسمه وهذا المجلس وهاي السفرة إن شاء الله تبث على الفيس لصفحة القناة إن شاء الله واطلبوا حوائجكم من أم البنين وإن شاء الله جميع الحوائج مقضية ببركة أم البنين إن شاء الله قصير اقبلي قلبي يدي عيني لساني أحرم ثم أتى حجا إليك طيلة العمر سعى بين يديك خف مصني بالحنين قال يا البنين أنت في عتم السنين شمس يا سماء من عطاء ومحيطا من شفاء أنت صيفا وشتاء شمس جئت في خضوعي حاملا شموعي فانظري دموعي أم البنين اقبلي يا باب أبواب الأمان عبدك الراجي يحظى بنظرة بات في سجن الزمان يحتى
يحتاج كسرى. إنني ما حضر شجات جمعيني للحياة، منك أرجو لو فقات رفقا. كل ما منك أريد قيديني كالعبيد، بالهوى لا بالحديد رفقا. اسمعي سؤالي وارأفي بحالي، موئلي مآلي أم البنينا أقبلي. فاتيحة السبع المثاني قد تلتها دمعتي والنبض عارج. أنت يا سيدتي باب الحائج، اذكريني بالدعاء وفقيني للبكاء، واكتبني في العزاء قادم. قلت وحدى الحسنيين لست واخشى الملكين، ان اكون عند الحسين قادم. انت في الشعائر ثورة المشاعر مرجع المنابر. الله يحفظكم شيعة أمير المؤمنين مشاهدي قناة الإمام الحسين، وإن شاء الله بركة أم البنين تقضى جميع الحوائج إن شاء الله بحقية أم البنين. وإحنا مستمرين وياكم إن شاء الله، والأسماء موجودة، وكل من قلدنا الدعاء وكتب اسمه بهاي الليلة في سجل أم البنين إن شاء الله تقضى حاجته، ونزور عنكم إن شاء الله هاي الليلة إن شاء الله زيارة الحسين، نتواصل وياكم ومجالس الحسين، ونطلب حوائجنا ونطلب من الحسين أنه يدفع عنا هذا الوباء والبلاء حتى ترجع لمة الحسين ومجالس الحسين. وشنو نقول لاستقبال محرم؟ ما بقى المحرم غير شهرين وبكيفك بعد مولاي يا حسين يا حسين. موت ونحتي من يجي عاشور، فرق هذا الشهر عن باقي الشهور، بجالك ما يضل خاطرنا مكسور. صار الهش كثر ما باتش يا العين، ما باقي المحرم غير شهرين. إلك 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 يم الله خاطر كلش كبير يا أبا عبد الله. إلك يم الله يم الله يم الله خاطر كلش كبير، كل شي بكلمة منك سيدي يصير. لذلك المحرم احنا ما نحير، ما نحسب بعد ونقول بعدين. حنين انت وتحب خدامك هواي، اي والله ابو علي حنين انت وتحب خدامك هواي. يا خيمتنا الكبيرة الكاسرة فياي فياي،
يتشمت علينا الرايح وجاي مو واحد وجههم صار وجهين غير انت ابونا واحنا الاولاد جاهينا نظل عن صحنك بعاد 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 حضرنا حطبنا لطبخة الزاد جا خامة هدمنا مفصل منين من خامة خيامك هالسوادات يا من مصرعك هزي السماوات الوباء علينا يستفحل حرامات شنو هذا الوباء الصعب الفين إذا كان السبب مولانا الذنوب رحيم انت وتسامح ما تسدبوب او ندري بك بعد تستور للي عيوب وندري بك بعد تستور للعيوب شنسدد إلك مولاي يا دين حياتي بلا شعائر شي نبيها والعباس ما متعوديها أبرقيا حلفكي ولعت بجيها محتاجين مو نظرة نظرتين صحاف أعمالنا ماليها بيدك تدري قلوبنا كلها تريدك يا من كل الخدم صاروا عبيدك من عقبك بعد ننطي الوجيه وين دونك مهجة ما عدنا ولا روح ربينا على المجالس نبكي ونوح دخيلك لا تشيل ايدك يا مذبوح عليك القطعة ومن عنده شفين بيت الدعاء أشد من هالزمن بس ما تركناك من كانت مشانق صيحنا وياك عمت عيني اللي يقول احنا نسيناك واحد دربك وما صار دربين واحد دربك وما صار دربين لخادم الحسين الشاعر الطيب مهند الحسناوي الكربلائي احنا وقتنا اشرف على الانتهاء بس عندنا اسماء نذكرها لان حقيقه لازم نذكرهم سألونا الدعاء من سفرة أم البنين نذكرهم حتى لو على عجالة الله يبارك بيكم عبد الله ولد ناجي يخفف أوجاعه وإن شاء الله يمشي بالعجل مالك جون محمد لقضاء الحوائج ملاك للنجاح مع مروان للشفاء ضحى قضاء حاجة والشفاء إن شاء الله والوالد والوالدة ادعوا لهم والدي إن شاء الله يمر في واقعك صحية ندعو لهم إن شاء الله من مجلس أم البنين سيد رؤوف ندعو له بالشفاء أبو علي الشفاء أم علي بثينة وأولادها إن شاء الله شفاء زهراء إن شاء الله خداداد والعائلة إن شاء الله للشفاء رنا لقضاء حاجة والعائلة والعلوية أم إيمان إن شاء الله الشفاء وسارة أياد إن شاء الله بالشفاء ولا كل من سألنا الدعاء ولا أمواتنا أموات متابعي قناة الإمام الحسين شيعة أمير المؤمنين رحم الله من يهدي لهم جميعا ثواب صورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.